الفرن التقليدي للسيد زكاي بحي موسى داودي في ولاية صعيد، الوجهة الأولى لمحبي طعم اللحم على الحجر الساخن. نتابع مع محمد عمراني وهشام بشكيت. هنا بالحي الشعبي داودي موسى بولاية صعيدة نجد هذا الفرن التقليدي للسيد زكاي لقرا الذي يعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من أجل طهي لحم العيد. كما هذه الحرفة تاع المشوي أب عن جد، والناس كما تشوفوا الناس قاعد تجيب لها عندها شحال ميزة، كاين الذوق، كاين الذوق تاع اللحم ما تلقاش، تلقى غير في الكوشة هذه هنايا فيها الذوق، فيها لاكولار تاع اللحم، تحس روحك بلي تاكل في لحم مشوي. طهي لحم العيد بطرق تقليدية فوق حجر ساخن يعطيه نكهة خاصة، وذلك ما جعل العائلات الصعيدية تقبل عليه كثيرا. رانا في حي داود موسى اليوم العيد الكبير، ذبحنا رانا جبنا عند زكاي لقرع في الكوشة، هذه الكوشة تقليدية دائما نخدموا عنده، انسان يساعد ويخدم مليح. الدافع الاساسي هو اللي خلينا باش نجيو نشوفوا يعني حاجة سر وبركة راها هنا، الله يدومها ان شاء الله والله يحفظه به بولاده ان شاء الله باذن الله السميع العليم. هذه راها عندنا عادة ابا عن جد، صافي هنا وكان ما طيبش اللحم هنا عند زكاي كل اللي ما كليش اللحم وكل اللي ما عايش. فرن زكاي لقرع تعتبره العائلات الصعيدية وجهة لمحبي طعم الأصالة، ولا يمكن الاستغناء عنه في مثل هذه المناسبات.